بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هو هنا بيقول لي س ناقص 1 على س زائد 4 قسمة س زائد 3 على س زائد 4. طيب الكسر الأولاني ما بنعملش فيه حاجة زي أهو زي ما هو بالظبط. طب علامة القسمة بتتقلب ضرب، الكسر الثاني بجيب له معكوس ضربي أو مقلوب، أو المهم لازم نشقلبه، يعني البسط نقلبه مقام والمقام نقلبه بسط، يبقى س زائد 4 على س زائد 3 لازم، لانه يعني تعريف القسمه ان انا اقلب القسمه ضرب بس نجيب المعكوس الضرب اللي هو ده لازم يتشال، لكن الاولاني ما نعملش فيه حاجه نسيبه زي ما هو. طب ما كده بانت جدا اهو، انا ملاحظ س زائد 4 وس زائد 4 بس لازم اللي هكنسلهم يكون واحد فوق وواحد تحت، يعني لو فينا ده س زائد مثلا، لو ده كان س زائد 4 ما ينفعش اكنسل دي مع دي، ما ينفعش اكنسل اثنين فوق مع بعض، لازم واحد يكون فوق والتاني تحت اهو، فده دلوقتي فوق وتحت اهو وشكل بعض، ولازم يكونوا شكل بعض في الاشارات، يعني لو ده س زائد 4 وده س ناقص 4 ما ينفعش نكنسل، لازم يكون شكل بعض بالظبط. طب ما هو كده ايه اللي اتفضل فوق؟ اتفضل س ناقص 1، ايه اللي اتفضل تحت؟ س زائد 3. في ناس بقى بيغلط يقول ايه نشيل الس مع الس، لا ما ينفعش، ما ينفعش اشيله، طالما الس مطروح منها عدد والس دي مجموعه لها عدد ما ينفعش اشيله، يعني نشيله كله مره واحده، يعني لو ده س ناقص 1 وده س ناقص 1 اه من حقك تشيل ده مع ده، لكن ما ينفعش تشيل حته وتسيب حته، ما ينفعش تقول لي ايه هشيل السين واسيب السالب واحد وهنا اشيل السين واسيب، تقوم قايل لي الاجابه سالب واحد على ثلاثه، لا طبعا الكلام ده غلط جدا غلط جدا، ما ينفعش اعمل كده، فكده المساله هتقف على كده. طيب لما اجي على المساله الثانيه بقى، المساله الثانيه هطبق على نفس الخطوات بس هي هتبقى قويه شويه، ليه بقى؟ انا هسيب الكسر الاولاني زي ما هو، اعمل فيه حاجه 5 5 ميم زائد 10 وعلى ميم ناقص 3، الكسر الثاني هقلب العلامة القسمة ضرب، الكسر الثاني ده لازم يتقلب نجيب له معكوس ضرب، فهنعمله ميم ناقص 3 على ميم زائد 2. طيب انا كده ملاحظ مفيش حاجة هتتكنسل ومفيش تربيع في المسألة ولا حاجة، يبقى اكيد في عامل مشترك، طالما ما لقيش حاجة اس 2 ولا اس 3 ولا الكلام ده، وفي نفس الوقت مش شايف حاجة تتكنسل، اه ميم ناقص 3 هتشال مع ميم ناقص 3 معاك، بس في حاجات تانية ممكن تتكنسل هنا، فأشك على طول إن في عامل مشترك، ففعلا في عامل مشترك أهو 5 ميم زائد 10، الخمسة والعشرة هما الاتنين ينفعوا قسمة خمسة، فأنا ممكن آخد الخمسة هي عامل مشترك، إيه اللي بيحصل؟ بقسم الخمسة ميم على العامل المشترك على الخمسة، وبقسم العشرة على الخمسة برضه. طيب في هنا تحت ميم ناقص 3، طب أنت ما شلتش ميم ناقص 3 مع ميم ناقص 3 ليه؟ أنا ممكن مستني للآخر وأكنسل مرة واحدة، يعني ممكن اشيلهم اهو بس انا مستني عشان اكنسل مره واحده في الاخر، ممكن احط دول في اقواس كده كلهم. طب الاحظ حاجه، ده يديني ايه؟ ادي الخمسه اهي، ادي الخمسه، وهنا لو انا قسمت خمسه ميم على الخمسه، الخمسه هتشال مع الخمسه هتفضل ميم، لو قسمت 10 على الخمسه هتفضل اتنين، وادي ميم ناقص ثلاثه، وهنا ميم ناقص ثلاثه، وهنا ميم زائد 2. ميم زائد 2 هيتشال مع ميم زائد 2، وميم ناقص 3 كده هيتشال مع ميم ناقص 3، المسألة كلها طارت اتفضل 5 فوق. طب نفرض ان الخمسة دي كانت اتفضلت تحت، اللي ساعات بيجي لي مثال كده، نفرض الخمسة دي ما كانتش فوق كانت تحت كده، فالناس بعد ما المسألة كلها كانت ستقول لك يبقى اتفضل 5، لا لو الخمسة اتفضلت تحت نحطها تحت ونحط البسطة يبقى فاضل نحط فيه واحد، أو ده لو حصل، لكن أنا المسألة بتاعتي الخمسة هي اللي فضلت فوق، يعني من الآخر كأنها هيتفضل تحت واحد، طالما كل اللي تحت طار كأن خمسة على واحد يعني يساوي خمسة، عشان ما تلخبطش، لو الخمسة كانت تحت يبقى تفضل واحد على خمسة، واحد على خمسة طبعا بتفضل واحد على خمسة، بس ده ببساطة المسألة الأخيرة، يبقى عامل مشترك وبعدين أكنسل بمنتهى البساطة. دي بقى اللي مسألة قوية شوية، ليه بقى؟ لأن مليانة تحليل، مليانة تحليل، بس نبدأ الخطوات بتاعتنا عادي، اللي هو ننزل الكسر ده زي ما هو، نون تكعيب ناقص واحد على اثنين نون تربيع زائد نون ناقص ثلاثة، القسمة بتقلب ضرب وده بنجيب له معكوس ضرب يعني بتشقلبه، يبقى 4 نون زائد 6 على نون ناقص واحد. طيب أنا عندي دلوقتي ثلاث أنواع من التحليل، ده كده فرق بين مكعبين، أو فرق بين مكعبين، ده هيبقى قوس صغير وقوس كبير، ده عندنا تحليل عادي مقدار ثلاثي او حدوديه ثلاثيه،
ده هيبقى فيه تحليل برضو عامل مشترك، لكن ده ما فيهوش حاجه، لا في عامل مشترك ولا في تربيه ولا في اي حاجه. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد ده كنا بنحلله ازاي؟ قوس صغير وقوس كبير. كنا بنقول ايه؟ النون تكعيب دي عباره عن نون في نون في نون، او نون ضرب نون ضرب نون، ناخد نون واحد. طب الواحد ده كان عباره عن واحد ضرب واحد ضرب واحد، ناخد واحد بس ونحط اشاره النص اليسار. بنيجي القوس الكبير بنطلعه من القوس ده، مربع الاول يعني النون نضربها في نفسها بنون تربيع. نرجع نضرب السالب واحد في نفسه هيديني موجب واحد، وقلنا دايما الحد الاخير ده بيكون ايه؟ موجب. في النص بقى نضرب نون في سالب واحد بسالب واحد نون، بس نغير الاشاره نخليها موجب واحد نون، يعني نغير الاشاره يعني موجب واحد نون يعني موجب نون كده. خلصنا كده. طب ننزل تحت بقى، اللي تحت ده عايزين نحلله. طبعا ده في تجارب. تجارب ازاي؟ يعني انا كنت بفتح قوسين كده اهو، طالما في معامل كده ومش قادر اخد عامل مشترك في تجارب، يعني الاثنين عاملها اثنين في واحد، النون تربيع عاملها نون في نون، وبنيجي على الثلاثه، الثلاثه تنفع ثلاثه في واحد وتنفع واحد في ثلاثه. هنجرب بقى، نجرب ثلاثه في واحد، نحط الثلاثه هنا والواحد هنا ونجرب. طيب انا هجرب اللي هي الغلط الاول، يعني هجرب لو واحد جرب واحد في ثلاثه اهو، هيقوم ضارب دول في بعض واحد في واحد بواحد، وهيضرب دول في بعض اثنين في ثلاثه بسته. المساله اشاره الاخير سالب، يبقى طرح واحد من ستة خمسة، لا مش نافع. طيب يقوم عامل ايه بقى؟ مبدل، يعني خلي هنا الواحد، وممكن واحد وبيجرب تطلع معاه من اول تجربة زي ما انا كنت عامل كده، او ادي التلاتة هنا والواحد هنا، ويجرب تاني لو ضرب دول هيدوله تلاتة، طب لو ضرب دول اتنين في واحد باتنين، لو طرحهم هيدوله واحد، فعلا النون هنا كأن جنبها واحد، يبقى مظبوط كده ظبط. طب الاشارات نظبطها ازاي؟ قلنا التلاتة الكبيرة بتاخد اشارة النص اللي هي الموجب، الاثنين الصغيرة بنضرب موجب في سالب بسالب، او بتاخد الاشارة المخالفة. اول واحدة دي بنحطها في القوس الاولاني، ثاني اشارة دي بنحطها في القوس الثاني. كده يبقى انا ظبطت مسألتي وخلصتها تحليل، وطبعا ممكن اشيل الواحد ده بقى. طيب نيجي نخش على الناحية الثانية، الكسف الثاني. ده أربعة نون وستة، أنا ملاحظ إن الأربعة والستة هما الاثنين ينفعوا قسمة اثنين. طب أنا آخد اثنين عامل مشترك، يعني مش لازم هما الاثنين ينفعوا قسمة أربعة، هما اتنين ينفعوا قسمة اتنين، خدت اتنين عامل مشترك. المفروض بقسم أربعة نون على الاتنين. بقسمها ازاي؟ أربعة على الاتنين فيها الاتنين بس في نون. وبقسم الستة على الاتنين، ستة على الاتنين فيها التلاتة. وهنا نون ناقص واحد. ده لا يحلل لأن لا في عامل مشترك ولا في تربيع ولا أي حاجة. طب نبتدي بقى نكنسل بعد كده، طالما أنا حللت أكنسل. أنا ملاحظ هناك إيه؟ أهو. ملاحظ في نون ناقص واحد فوق هناك هنا، ونون ناقص واحد تحت ايه؟ بنكنسله مع بعض. طب انا ملاحظ ان في 2 نون زائد 3 و2 نون زائد 3، هيتكنسلوا مع بعض. طب في حاجه تانيه تتكنسل؟ لا. طب هل القوس ده يحلل؟ لا، قال لك القوس اللي بيطلع من الفرق بين المكعبين ده لا يحلل، اللي هو القوس الكبير ده. يعني كده المساله خلصت على كده؟ اه خلصت على كده. ايه نشوف ايه اللي اتفضل بقى؟ اتفضل لي هنا نون تربيع زائد نون زائد واحد، وفي تحت هنا 2 نون زائد 3. في الكسر الثاني اتفضل لي 2 بس، وكأن تحت ما فيش حاجه عن واحد. طب ما احنا عارفين ان انا بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. يعني ايه؟ الاثنين هتتضرب في ده كله، يعني 2 تتضرب في نون تربيع ب2 نون تربيع، 2 في نون ب2 نون، 2 في واحد ب2. طيب المقام في المقام اللي هو الواحد هيتضرب في ده يديني 2 نون زائد 3. وتبقى المسألة خلصت على كده، يعني المسألة ممكن تخلص مش ما تبقاش عدد، أو ممكن تخلص يبقى فيها نونات عادي. أنا بعد ما حللت وكنسلت بكنسل المتشابه، نون ناقص واحد مع نون ناقص واحد، 2 نون زائد 3 مع 2 نون زائد 3، خلاص ده اللي اتفضل. أه فكنسلت ده مع ده على فكرة. إحنا نسينا حاجة هنا على فكرة. إحنا كنسلنا، أنا آسف، أنا كنسلت ده مع ده أصلاً. فده ما كانش موجود. يعني من الآخر اللي مش موجود ده اتفضل مكان واحد. طب ما كده الواحد تحت ده ملوش لازمه يعني اصلا. الحمد لله انا شفتها. طيب يبقى انا هضرب الاثنين بس في اللي فوق ده اهو، واحد في واحد بواحد ملوش لازمه، الواحد تحت ملوش اي لازمه، لان لما بقسم اي حاجه على واحد بنفس الحاجه يبقى المساله اتفضلت على كده. ما انساش لما اجي اضرب الاثنين بتضرب في الثلاث حلول مش في واحد بس، يعني اثنين في نون تربيع، اثنين نون تربيع، اثنين في نون باثنين نون، اثنين في واحد باثنين. وخلصت على كده المساله.